الكبار حتى الاطفال الصغار من 5 سنين كلشي مريض. ثعبان اسود عشرو في بطني في البطن طيار شي حمود داكشي متخصص بيا انا حيتش انا اللي كنتسرع شويه yeah. هي ما كتسرعش واخا طيب فينا هو اللي ديالها هي انا اخر كلشي سيح النجوم الكواكب معمو باثر الشعر موكل بالسلال وعلى الدم يتنقص في كل عائله بسبب فقر الدم والالم في عند فقر الدم كلشي عند فقر الدم العائله كلها ما كانش قبل عند الام تاعكم موروث ولا شي حاجه كلشي جاي من الام والاب فقر الدم لان في الارجل والراس والعظام امساك وكسر وتمرض محقن الكل انت مزوجه طلقت 3 مرات ثلاث رجال أه لا جوج رجال آه واحد جوج مرات وواحد مره اي جوج اولاد يعني كل وحتى اللي مزوجين عندهم مشاكل يعني غير كي هي سبع عاشق للشعر صحيح سبع مسيح مرشوش الى ابن مجدد الشيطة والمحق عاشق للقبر والروح دخل بها كتأثري بشي اي تبيعها مش نقول لك شحال من عام تما مرات دابا منذ الصغر انا في السن ديال 8 سنوات أيوة. توفى الاب ديالي طحت في غيبوبه 24 ساعه بعد وفاه الاب طبي بعد وفاه الاب من تما الراس كيوجعني الى يومنا هذا تقريبا يوميا شفت اطباء في بلجيكا في المغرب ما كاين حتى علاج الاخت ديالي هي ملي كانت صغيره هي خلاص الحوادث فتحه شي 8 مرات 8 عمليات الولاده بصعوبه ولدت اول بنت ثاني حمل سقطت واحد الجنين ودابا تهرست من رجليها جوج عمليات في الرجل فاش درنا الرقيه في الصيف درناها تبعنا في واحد المركز شهر و10 ايام حنا كندير الرقيه النتيجه ديال هذيك الرقيه خرجت منها هذيك الساحره الحيه هي اللي موكله بالمرشوش خرجت منها قالت هي اللي كتسبب ليها في داكشي كله ولكن عذبوها لقاوها ساكنه في ديك الرجل فين مهرسه هي اللي هرستها من الرجل كتقول لهم وصلتها للقبر شحال من خطره وكتفلت من الموت البارح قصيده غوتنا كان غادي ضربتش الطوموبيل هكا ضربنا ديري دارني باش نموتوا البارح كنا غادي نموت يعني باش نوصلوا اصلا لهنا بعجوبه حوادث ما تخيلش انا لقيت هادشي النجوم وشكون دابا نتوما يعني انا في عامين درت 5 ديال الحوادث يعني كنفلت من الموت بعجوبه وهي اكثر مني بالسياره في بلجيكا حتى الرقاط اللي كيجيو عندي كيديروا حوادث تهددوا في المنام شوف هادشي شي ماشي غريب هادشي حيت دابا الاباريس اللي عندكم ديال الدم قتلوا الاخت ديالي اكيد هي اللي مأديه اكثر بغيت نسولكم على امكم كيفاش عاشت حياتها عشت معذبه مات صغيره بصح مشات لدرا ماشي با مطلق جوج عيالات كاين والاخ الصوت قول لي شحال من عام باش شحال كبر عمرها باش ماتت 60 عام ما تكونش كامله الاب مات مرضت هو مرض ما باينش ما مريضه صافي القضية القضية فيها اي نو صافي والورث مشى لنا الورث كلشي هذا بس الصراع هو هذا فلوس المال ما بغينا حتى حاجة شحال انتم ديال الام تاعكم شحال والدة من الابناء انتم الاشقاء هاد البنات ولد واحد كاين واحد النقطة شيخ مهمة هي فاش تولدت هي اختي الكبيرة اختي الكبيرة فين كاملين الضره ديال امي ما كانتش ضره كانت مطلقه منذ سنين فاش ولدتها جبدتها في داك النفاس ديال الام داك الغشاء خلاص اللي كيقولوا ارمت فيه شي حاجه الام ديالي شفت غير الشعير اللي بان ليها باش ما تبقاش تولد الاولاد الى سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل شي دابا شو هذه اللي عملت العمل كيبان لها شوف حكمت على اجيال اجيال نقول لك انا اجيال طلاق امراض خوتنا من الاب عيهم يخرجوا مع الطريق وخدوا كل شيء ديال البار وخدوا كاع ما شفا لهمش داك الشيء الغالي بغاو نسعاو بغانا نخرجوا حاجه فساد بغاو كل شيء بغاو يدمرونا عياهم واحد الاخت ديالي الكبير من با هي اللي رباتني
كنت تديني عندها وعيات عيات عيات يعني حنا اطفال صغار وكيحاولوا يدونا عندكم اخ واحد حياتو كيدير حتى هو معذب الى يوم مشى لايطاليا رجع ما عمر شي واحد ما كيرجع من الخارج الى يومنا هذا ما مرسمش خدمته كيعاني حتى هو هادشي داك انا اختي وحده دابا باقي له الدين لا شي سنه وهي كترجع حشاك يوميا الاحلام اللي كتحلموا بها شنو هي احكي لي احلامكم شنو هي العمر ديالي كله ما نحلمش تعبي هي كتشوف الناس حتى كنعيش 54 عام زيد في 66 شحال الوليدات عندي بنية وبنت البنت كتعذب حتى هي بنتها دائما كنعس ونحس الولاد كيشوفوا راي العين حنش كبير كتشوفي دائما ودائما بحال دابا تنكون غادا وكنت بحال كنتكربص مع شي حد هكا بنادم كيعكك شي واحد ولا كنكون نعسه كي هكا تهزني هكا من الجنب من الجنب ولدها الصغير كيشوفهم راي العين هو تصرع حتى هو في الرقيه باش تهضر هذيك الحيه اللي فيها باش نكمل موضوع الحيه حتى عذبوا الولد بحجامه جافه بقى كيغوت عاد نطقات عاد نطقات مشترك بيناتهم هاد الحيه هادي خلاص الانتقام كانت في الدار اصلا بالمرشوش هي باش كانت عندها السن ديال 4 سنين شفت شي حنوشه كيخرجوا من الاسطبل ديال الله يرحمه شفتهم راي العين هما كانوا جن على شكل تعابين هي ما كانتش هي كانت هاد القصه غير كانت ضربتهم واش درتيها اصلا نعم ما ضربتهم ما والو غير شافتهم عيطت الاب ديالي الله يرحمه كنت واحد في جوا هكا قتلهم قتلهم في جوا ما بين جوج الله نط كتغوت هنا ما كتخرجش هاد الفجوه ما كتخرجش باش مات شاب شاب شحال كان في عمره كذا 60 عام كان عنده حتى اطباء ما تشخصوش المرض ديالو عرفتي شنو وقع دابا كل ما قتلتوش ما نبردش هاد الحياه كل ما قتلتوش ما نبردش قتل لي ولادي ما دخلت الانتقام وي وي عجي عجي. اوكي شنو فرض شنو خطا كبير بقى داك الشيء كيعرف بنت وغادي غادي تموت دابا شوف دابا فاش دابا قتلتي قدامي كان شي شويه كيضرب هكا وكينزل كيطيح وكيموت مازال داك المنظر قدامي عليا ما بقاش ولكن هي منين كانت رضيعه يلاه تولدت ملفوفه جاي عندها حنش كبير كان غادي يجي عندها من هادوك المزيان كان دابا كيشاركوا معاكم في الدار كانوا ساكنين ايوا وقتلو حتى هو الله قتلو دخلتها دوشات ليا امي وخلا شحال واحد قتل من اللي بديك بالسلاح ثلاثه كثر 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 بزاف والمشكله بزاف راه هادوك ما قايتيري فيهم هكذا بقيت قايتيري تيتير وعباد الله مجموعه هكا داكشي راه مازال قدام عينيا وكانت امي الله يرحمها هي راه تعاود عاوتاني راه ولدات وحدين اخرين وفرقاتهم على الاجساد المشكل راه خرجت منها قالت لهم راه غنخرج منها غادي ندخل في وحده انا من على الرقيه تصات عرفتي شنو علاش معاش بقيت جات عندي انا عطيتهم بناتي انا مربيهم عرفتي علاش متعجبتوش نعم حيت الام توفات لا 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 لا, لا. ما تعجبتوش لحقاش مشيتو بالنديه بالضبط حيت مثلا ملي هي متلبسه بكم على واحد الانتقام خاصها تفهم باش تجبر خاطرها خاصها تفهم حتى صعيب باش تقتل لها عائلتها راه حنا بشر الام ومازال كتقتل شوفي دابا كتبني على هي غدا على انتقام ولكن هذه راه غير خصني نشوفكم هذا الشيء كنقولوا دابا غير على ما غنمشوش غنتكلموا على السحر الاخر دابا تجمعوا لكم انتقام من الجن لانكم ظلمتوه وعاد الذي هو مسلط بعمل فهمت كيف يا شيخ موجود هذا البيت عندكم ميت مكلف الدار هذا البيت راه قديم كانوا تزوجوا فيه الاباء ولا هو فين مشيتو يمشي معكم ولكن هي اصلا جايه مكلفه بسحر مرشوش يعني ماشي كانت مثلا من السكه لا جايه مكلفه ولو مكلفه ولكن باش تقتلها هي حيت ملي كيتشكل وكتحكم الصور وتقتلو راه مات ما عرفناش حنا يوجي دابا هذا هو اللي خص تفهمها ليها ولو انها ظالمه هي ولكن كتحس بكم دابا نتوما ظلمتوها فوق الظلم ظلمات كتقول لك خاصني انا ما غنمشي حتى نصف عليهم كاملين واللي حي خي يعيش ميت فعلا دابا يا شيخ انا كنت انا مجتهده بزاف في العبادات وفي سميتو منين هي خرجت ودخلت فيا حيت هي كانت قبل ممنوعه من الصلاه ممنوعه من القران واخا باش ما تعطوش تكاوجوج هنا غنفهم بعدا كيفاش نقولوا شنو نديروا تكاوجوج كاين حتى واحد الشك ان في البيت ديالنا كاين شي حاجه فيه. فين نتوما هي في قلتي هي واخا تمدوا رجع اللور رجع اللور سير اللور 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 اه اللور غتمدو تما في الارض بسم الله اكثر صافي
شي ناشو هنا افرض تروح اختي اختي افرض هكذا تسكي عرض هكذا نعم حرب حرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك ولا ريب أن الظلم محرم، حرمه الله تعالى على كل الخلق، كانوا إنسان أو جنا أو طيرا أو حيوانا. سبحان الله، الظلم ظلمات، الظلم ظلمات. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى رقيب حكم بين كل خصمين. الله جل وعلا حكم عدل بين كل خصمين. يوم القيامة يقف كل ظالم ومظلوم، والحكم العدل الله، القاضي بينهما هو الله. في السماء المحكمة الإلهية الربانية يقضي فيها حكم عدل هو الله سبحانه وتعالى، ويسأل من ظلم كيف ظلم ولماذا ظلم. وهذه الأسئلة بينها الآن بإذن الله تعالى لتطيب نفوسنا إنس وجن. أول أمر نسأل عنه إنس وجن القصد. القصد، من يأتي فعلا خاصة في القتل، نتكلم عن القتل لأن أول ما يسأل عنه في القصاص يوم القيامة الدماء. الدماء عظيمة أمر عند الله عز وجل، حرم الله علينا الدماء. وهذا الطير الذي يقتل وإن كان طائرا حيوانا لا يقتل للتسلية واللهو واللعب، إلا إذا كان الجوع والأكل، فلا يحرم الحياة من أجل اللهو واللعب. يا من أنت تذهب من أجل أنك تعيش في الصيد والبرار تسلية والهوى. اسمع، إن الإسلام جاء بحقوق الحيوان والطير، فلا يقتل الطير لهوى ولعبا. دين الله هذا الذي جعل الحياة لكل مخلوق لها حقوق. سبحان الله، أين لا يجوز لك أن ترمي طيرا بحجر أو بغير حجارة أو برصاص أو بأي وسيلة تؤذيه وأنت لا تريد ذبحه وقتله لأكل لحياة. إن كان لهذا فقد أحله الله تعالى. أما أنك تتفاخر به أو تلعب وتتلاعب به محرم، لا يجوز لك. نقطة مهمة نبدأ بها بإذن الله جل وعلا. ولهذا الشارع دين الإسلامي حرم علينا قتل الجن، محرم، حرام، حرام أن نظلمه، فكيف أن نقتله؟ حرام أن نظلم الجن، فكيف أن نسارع في قتله؟ أبدا، لا يجوز، ظلم وحرام. حتى وإن سلمنا وعلمنا أن هناك في بيئة في مكان
هناك أمة من الجن شياطين وأبالسة، هل نأتي ثم نحرقهم جميعا ندكهم دكا؟ أبدا، ما قال هذا واحد من أهل العلم والفضل، وما جاء في كتاب ولا في السنة، لا يمكن. بل إن الجن إن عمروا بيتك أو بدنك لا يمكن لك أن تسارع في قتالهم إلا بعد الوعظ والنصح والبيان. إن تشكلت البيت جاءت السنة أنك تنذرهم، تقيم عليهم الحجة، فقد ترى كما رأى الصحابة الجن في البيت، ثعبان ثعابين، ولا يمكن لك أنك تؤذيهم بضربة أو برمح أو سيف أو رصاص. حتى وإن قال قائل أخشى أن يصيبني أو يصيب أهلي، أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن من الجن ثعابين يتشكلون في البيوت والديار والأولية والأنهار وغيرها، صح لا؟ وقد يخرجون في صور الثعابين الحقيقية فلا تفرق بينها وبين الحيوان الثعبان فتؤذيه ظلما وعدوانا، وقد يكون مسالما. فرق معي. وهذا يراه كثير من الناس، خاصة من يعيشون في الموادي وفي أماكن الرطبة والمائية وحتى الرملية والترابية، لأن الحيات والثعابين أنواع، حتى الغيران والجحور والجبال والصخور، فالثعابين أنواع سبحان الله، وهي أكثر المخلوقات على الأرض. فلا يمكن لك أنك ترى ثعبانا ثم تسارع في قتله، خاصة في البيت. اسمع، خاصة في البيت. فلا بد أنك وأنك تحجر عليه وتقيم عليه الحجة. المعضلة أصابت سلالة والبيت، نقطتها ومنطلقها وبدايتها وشرارتها كانت هذه المعضلة، حيث ترجع هذه القصة إلى عقود عشرات السنوات. الابنة التي الآن عمرها تجاوز 50 كانت صبية صغيرة، رأت ثعابين تخرج من الإسطبل، حقيقية حيات ثعابين تخرج من الإسطبل، فنادت على والدها، فخاف على فردة كبد أن تصاب بهذه حيات الثعابين أو تهجم على البيت، فما كان إلا أن جاء بالبندقية وبدأ يرمي بالرصاص تلك الحية الثعابين، وبدأت تتساقط ميتة، ماتت الحيات وماتت الثعابين. لكن بعد وقت بدأت تطرأ أمور خطيرة، فأصيب الوالد بالشلل. قال الوالد جاءت مصائب وجاءت أعراض وجاء إسقاط الجنة وتمرد لأبناء حتى جاء الشلل وجاء الموت. ثم بدأت الحية تقول لن تطيب نفسي حتى أقتلهم جميعا، قتلوا عائلتي. حية تقول قتلوا بيتي، وحق لها أن تقول هذا، حق لها أن تقول هذا، ولكن وجب أن نبين لها. فهي كانت في الأصل الإسطبل مع الخيول والبغال والحمير مسالمة، كانت في الظل والرطوبة مسالمة، عيبها ذنبها خطأها أنها خرجت ورأها الإنس فخافوا، ظنوا أنها ثعابين وحيات
عادية تؤذيه بالسم باللدغات بالموت. فما كان من الوالد إلا أن رماها بالرصاص فقتل منها مثنى وثلاث وأرباع أو أكثر. بعد وقت بدأت البيت بدأ البيت يعرى مصائب خطيرة في الأم موت، في الوالد موت، في أبنائه تدمير تحطيم. البنات تزوجت الواحدة من الأول وطلقت مرتين، والثاني طلقت مرة، طلاق على الأولى وعلى الثانية، شبه جنون في الأخ، مصائب وعلل وتعطيل تام. لا أحد منهم فالح ناجح، صح أم لا؟ وهي الآن ترمز برمز الشيطان. أنا لا أناقش الآن في عقيدتها، لا بد أن نفرق. أنا الآن لا أناقشها في عقيدتها، ماسونية يهودية نصرانية، الظلم حرم على كل الأديان. أنا لا أناقشها الآن في دينها. أنا أهم نقطة عندي حتى نصل للعلاج الصحيح أن نبين سر الإصابة بالرصاص ومن قتل. فلا بد أن نجبر القلب والنفس، ولا بد أن نعالج الحرمان التي تعيشه تلك الحية التي أصبحت حاسدة، صح أم لا؟ حاسدة أم لا؟ حاقدة، حاسدة، حاقدة، ناقمة، تريدهم القتل والموت جميعا، صح؟ فبداية اعلمي أني أرجو لك الفلاح، والله وبالله وتالله قدر المعاناة التي عانيتها، والله وبالله وتالله أعلم قدر المعاناة وقدر الحرمان الذي أنت عليه. الأمر ليس هين وليس يسير. أن يقتل في دفعة واحدة بيتك، وأن يرمى بالرصاص زوجك وحلك وأبنائك، وأنك ترينه رأي عين موت أمامك جثث هامدة، الأمر ليس بالهين، صح أم لا؟ طيب الله أنفاسك، وأسأل الله تعالى أن يشافي جرحك، وأسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فتصبري وتحتسبي. بداية إعلامي رحمني الله وإياك وكل المسلمين والمسلمات، أن ما أصابنا ما كان يخطئنا، وأن ما أخطأنا ما كان يصيبنا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم الله جل وعلا قتل النفس، حرم الله سبحانه وتعالى قتل النفس كانت إنسية أو جنية. حرم الله علينا أن نقتل النفس، حرام علينا القتل، حرام علينا أن نقتل، حرام علينا أن نقتل. أيتها الحية، أيتها الأم، أيتها المربية، أيتها المرضعة، اسمعي وعيدي، اصعدي بإذن الله جل وعلا، اصعدي بإذن الله، اصعدي بإذن الله جل وعلا. أريد أن أسير معك في طريق الخير، لا حق ولا صعق ولا ظلم، يكفيك ما لاقيت من حزن الأعوان، فاصعدي بإذن الله جل وعلا. بسم الله فاصعد. اللهم يسر لها الكلام والنطق والبيان، اللهم يسر لها النطق والكلام والبيان، اللهم يسر لها النطق والكلام والبيان، اللهم يسر لها النطق والكلام والبيان برحمتك يا أرحم الراحمين. هيا صعدي بإذن الله جل وعلا، هيا صعدي بإذن الله. السلام عليكم.
مسلمة؟ لا مسلمية. اصابي بإذن الله تعالى. هاي صافي. لماذا سكنتها؟ أقول لماذا سكنتهم؟ لماذا سكنتهم؟ هيا بإذن الله. هيا بإذن الله جل وعلا. أقوم لك، أنا لا أريد لك ظلما. وأنت تعلمين كيف نسير مع الجن ومع الشياطين. صح لا؟ فهيا إلى الله. أنا الآن لا أعطي لك ظلما. تقول أنا قوية. تقول لي أنا قوية، هكذا قتلت، أنا قوية، آذيت، وأنا عليهم حتى يروا ذلة. صح؟ تقول نعم حتى يروا ذلة. إذن هنا يربط الأمر ليس فقط بالانتقام، فقد جمعت بين قوة الانتقام والسحر. صح؟ الشيطاني. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله يبطل كل سحر، صنعوه للذلة والصغار والاحتقار بالبول والنجاسات. يبطل كل سحر صنعوه للذلة والاحتقار والصغار بالبراز والبول والنجاسات. يبطل كل سحر صنعه للذلة والاحتقار والصلاة للوالد وما ولد على الوالد وما ولد للوالد وما ولد على الوالد وما ولد للوالد وما ولد على الوالد وما ولد للوالد على الوالد وما ولد للوالد وما ولد على الوالد وما ولد للوالد وما ولد على الوالد وما ولد على مال الوالد للذلة والذلة والذلة والاحتقار والصغر على مال الوالد على أبناء الوالد على مال الوالد على إرث الوالد على أراضي الوالد على خيرات الوالد على زراعة الوالد على بيوت الوالد على أشجار الوالد على بساتين الوالد. سحروا 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 للهلاك الوالد. سحروا 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 لذلة الأبناء والوالد. سحروا 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 بالدور للوالد بالمغازي الوالد بنجاسات الوالد. سحروا 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 للموت والذلة للموت والقلة للموت والذلة للموت والقلة للموت والذلة للموت والقلة للموت والذلة للموت والقلة. أصحاب الموت أصحاب القتل والموت أصحاب الموت أصحاب القتل والموت أصحاب الموت أصحاب القتل والموت. دلعوا عليها دلعوا عليها ذبحوا عليها ذبحوا عليها بملوك الجن ذبحوا بالشياطين ذبحوا 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 لعهود الجن لعهود الجن بالشياطين الجن ذبحوا بالجن بشياطين الجن ذبحوا 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 عليها 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 ذبحوا
الفساد، وإلا حركناكم بما يوافق الحال. فلا سحر ينفع ولا ظلم، والظلم ظلمات. إن كان الوالد ضرب ورمى فأنتم ضربتم ورميتم أكثر، وأنا قصدت هذا المدخل كي أوجهكم لتعلموا أنه ما ظلمكم أصلا، صح أم لا؟ فهيا إلى الله جل وعلا. هيا بسم الله. هيا اصعد، هيا هيا اصعد، هيا هيا اصعد، هيا اصعد، هيا اصعد. من معي؟ هيا اصعد. من معي؟ من معي؟ هيا من معي؟ هيا اصعد. من معي؟ تكلم. هيا هيا بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله تدك حصون مبارسة الكرام، بسم الله تدك حصون مبارسة الكرام. شطاشق مثبا كبير، شطاشق والنار كبير. حيا حاسدك بالانتقام 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 كبير. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم.
شيكون 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 شي
مسيحها بسم الله يقضى مسيحها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقضى مسيحها شيطان 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 الزامرة شيطان 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 الزامرة شيطان 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 الزامرة بسم الله يقضى مسيحها بسم الله يقضى مسيحها بسم الله يقضى مسيحها شيطان 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 حي 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 الزامرة حي 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 ساحرة حي 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 ساحرة حي 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 ساحرة 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 بسم الله بسم الله بسم الله يقام مسيحها بسم الله بسم الله تدق حصونها بسم الله بسم الله تدق حصونها حي 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 شيطان ساحرة حي 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 شيطان ساحرة حي 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 شيطان ساحرة حي حي شيطان ساحرة بسحرها العظيم على الوالدة عظيم على الوالدة بقتلها للوالدة 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 بظلمها للوالدة بظلمها للوالدة بانتقامها من الوالد بانتقامها من الوالد بانتقامها من الوالدة بظلمها للوالد بظلمها للوالدة حي 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 قوية حي 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 قوية شيطان 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 قوية حاسدة 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 قوية ساحرة 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 قوية ساحرة 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 قوية حي شيطان 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 حي حي سكنت طلقت سكنت طلقت سكنت طلقت سكنت فرقت سكنت محقت سكنت طلقت سكنت فرقت سكنت محقت سكنت طلقت سكنت فرقت سكنت محقت سكنت شتتت 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 انتقمت شتتت 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 انتقمت 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 حي 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 ساحرة حي 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 رواص ساحرة حي 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 رواص ساحرة حي حي رواص ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة في التراب ساحرة في الأبدان ساحرة في الأبدان ساحرة في العظام ساحرة في البطن ساحرة في العقول ساحرة في السواد ساحرة في الأبدان ساحرة في السلالة ساحرة في الأم ساحرة في الوالد ساحرة حي 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 شيطان ساحرة حي 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 شيطان ساحرة حي شيطان ساحرة فرقت كثيرة حي 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 حي شيطان ساحرة طلقت 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 كثيرا حي حي شيطان ساحرا شتتت كثيرا شتتت كثيرا انتقمت كثيرا شتتت كثيرا انتقمت كثيرا شتتت كثيرا انتقمت كثيرا شتتت كثيرا انتقمت كثيرا حي 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 حاسدة حي 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 ساحرة حي 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 حاسدة حي حي مسؤولية ساحرة حي شيطان مسؤولية حي شيطان مسؤولية حي شيطان مسؤولية حي شيطان يهودية حي شيطان مسؤولية حي شيطان يهودية حي شيطان مسؤولية حي شيطان يهودية حي شيطان مسؤولية حي شيطان يهودية
مسوني هيا شيطان يهودي هيا شيطان مسوني هيا شيطان يهودي هيا شيطان مسوني هيا شيطان يهودي هاي 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 هاو هاي 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 سام 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 هاي 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 هاو هاي 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 سام هاي 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 هاو هاي 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 سام هاي 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 شيطان حاسد 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 شي
قيوب 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 تحدث منا تحدث منا قيوب
طيور تحب بسم الله تقد بسم الله طيور تحب بسم الله تقد بسم الله طيور تحب بسم الله تقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقال كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقال كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقال كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله يقال كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله يقال كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله يقال كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله يقال كل سحر عظيم اللهم كل سني سدنا وتوارى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تكون حصون بارسة 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 بسحر عظيم بارسة 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 بحسن عظيم بارسة 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 عاشق ظالم عاشق ظالم خفي 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 عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم في مطلع ظالم في مطلع ظالم في قصر ظالم في مطلع ظالم في رحم ظالم في عواطف ظالم في قتل ظالم في صور ظالم خفي عاشق ظالم على الزهرية ظالم على الزهرية ظالم على الزهرية على الزهرية على الزهرية على الزهرية على الزهرية على الزهرية على زهرية السلالة على زهرية السلالة على زهرية السلالة على زهرية السلالة أبارس على زهرية السلالة أبارس عطيف السلالة أبارس عطيف السلالة على زهرية السلالة عهود وعهود على زهرية السلالة بطن الأم عهود وعهود عهود وعهود على زهرية السلالة على زهرية السلالة على زهرية السلالة على الأبناء والزهرية على الدماء والزهرية على المفات والزهرية على الجمال والزهرية على العواض والزهرية على العقول والزهرية على الغوص والزهرية على الأنف والزهرية على اليدين والزهرية على القرنين والزهرية على زهرية اليدين والسلالة على الزهرية أبارس 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 أعمر البيت أبارس أبارس أسكر البطن الرحيم أبارس أبارس في العقول والكلام أبارس في اليمين والشمال أبارس في الخطوة والزواج أبارس عذب لابن الله عذب للقلة على الزهرية على أسهار قديمة على وهون قديمة على ذبائح دماء على ذبائح دماء على عجن على عجن على ذبح على ذبح على دماء 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 بسم الله بسم الله تحلق قياده 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 أبارس على العهد العظيم أبارس على الوعد العظيم أبارس على العهد العظيم قالوا نعم قال لا تحلق قيود قالوا نعم نحن على العهد والوعد قال لا تحلق قيود قالوا نعم نحن على العهد والوعد وقالوا نعم لا تحلق قيود لا تحلق قيود قالوا نحن على العهد والوعد ورفع وانزل أبارس الشياطين في اليمين وفي الشمال في أيدي في أيدي في اليمين وفي الشمال وفي الرأس وفي الرأس وفي الأنفاس بسم الله تحلق قيود بسم الله تحلق قيود بسم الله بسم الله بسم الله تحلق قيود بسم الله بسم الله تحلق قيود بسم الله بسم الله تحلق قيود أبارس 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 يسمعون أبارس أبارس يسمعون ملوك 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 يسمعون ملوك 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 يسمعون بكيجان 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 ملوك بكيجان ملوك بكيجان ملوك بكيجان ملوك بكيجان ملوك بكيجان على الناصف بكيجان على الجمال بكيجان على السهيد بكيجان على الروح بكيجان على الأنفس بكيجان على الناصف بكيجان شاش 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 على الناصية شاش 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 على الناصية عاشق الملك عاشق الملك عاشق الملك عاشق الملك على الروح الملك على الرأس الملك على السنان الملك عاشق 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 جلاه الله جلاه الله جلاه الله عاشق 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 قوي ملك عاشق عاشق ساهر ملك عاشق عاشق قوي ملك عاشق عاشق ساهر ملك عاشق عاشق قوي ملك عاشق عاشق ساهر ملك ساهر فداك 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 ساهر
لا شريك لك.